كابتن عادل الف مبروك، فوز مهم جدا في ظل وجود غيابات كتير. يعني احنا برضو ما حبيناش نتكلم على كده في الاول، لكن احنا كان عندنا تقريبا نص فرقه مش موجوده وكلهم اساسيين. لو اتكلمنا على اكرم، لو اتكلمنا على معلول، لو اتكلمنا على حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، محمود متولي، غيابات مؤثره. كابتن كلمتك اول الماتش وقلت لك الاجانب دايما المدربين الاجانب بياخدوا مباريات الكاس بهدوء شويه لاهداف اخرى. الحمد لله النهارده كسبنا ومبروك، ودي اهم نقطه. الكاس ده مباراه الكاس من اخطر المباريات، بتبقى على الفرق الكبيره مزبوط. مش على الصغيره مزبوط. دي فرق، ده الكؤوس للفرق الصغيره مع احترامي للمقاولين العرب، بس انا بتكلم على ان دائما المفاجات بتيجي من الفرق الصغيره في الفرق الكبيره، ودايما الفريق الكبير الكاس. الفريق الكبير اكيد عشان بيريح لاعبين ولازم يستغل الفرصه، لانه بيلعب على حاجات كتير او بطولات كتير، فلازم بيبقى فيه فجوه كده ما بين المباراه الدوري ومباراه الكاس. فالحمد لله ان احنا تخطينا الامر وبنلعب على قبل النهائي، عشان دي بطوله كبيره. يعني بطوله النادي الاهلي دائما لو بيلعب على اي بطوله حتى لو بطوله تنشيطيه لازم ياخدها ولازم يشتغل عليها جامد قوي. مبروك النهارده. في حاجه مهمه عايز اقول عليها، انه انت النهارده عملت ماراثون كوره شويه، ممكن يكون هتفيدك شويه في الحته البدنيه، يعني بعد الاجازه ممكن تفيدك في الحته البدنيه، جهد عالي تفيدك. ولكن المهم ان انت ما حسمتش جوه المباراه المكسب ده، لا لعوامل كتير يعني احنا اتكلمنا فيها. الاصابات، مع الكباتن ان فتره الراحه الطويله اثرت بالسلب على لعيبه النادي الاهلي؟ لا، شوف انا دائما، اصل احنا فرقتين بنلعب بعض نفس الظروف، هم خدوا اجازه وانا خدت اجازه. لا، احنا بنتكلم على المستوى اللي وصل فيه النادي الاهلي في فتره ما قبل الاقامه. لا، النادي الاهلي عنده منتخبات، عنده منتخب بيروح وبيروح يلعب في مكان وبعدين بيرجع، وبعدين ما فيش الاتصال الكامل باللاعبين. لا، هو دائما الفرق الكبيره بتتاثر بالراحات، ولكن انت بتستغل الراحات لانك انت عندك معمعه قدام، عندك شغل كتير قوي قدام، عندك مباريات كتير قوي قدام. فهو يعني خلينا نتكلم على ان احيانا الراحه بتبقى ايجابيه لبعض اللعيبه وبتبقى سلبيه لبعض اللعيبه، بس ازاي المدرب يعرف يستغلها يقرب المسافات ما بين اللاعبين او الناحيه البدنيه ما بين اللاعبين. يمكن من اكبر مشاكلك السنتين اللي فاتوا الفجوه اللي ما بين الاساسه والاحتياط. انا شايف ان في نجاح في حته قريب من المستويات البدنيه على الاقل. انا شايف ان انت واقف على حيلك بدني خفيف جدا قبل الاجازه مزبوط. لكن الاجازه لما رجعت خفيت الحركه، يعني عايز اقول لك مش موجوده شويه، يعني اتاثرت انت بالاجازه شويه لان خدت راحات، وبعدين انت بتشتغل يعني عايز اقول لك من غير مباراه وديه. تعرف يا كابتن ايمن، احيانا الفرق الكبيره بتبقى مظلومه في المباريات الوديه بالذات النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي ما يقدرش يعمل مباريات وديه كتير. النادي الاهلي لو عمل مباريات وديه على ملعبه هنتكلم على انه لازم ياخد موافقات ولازم 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 وحاجات كتير قوي، عكس الانديه الاخرى انك ممكن تعمل كل يوم مباراه وديه محدش هيقول لك حاجه. فهي دي الحاجه الثانيه المهمه، اللعيبه اللي بتجيلك بتعمل معاك مباراه وديه بتاخد الامر جدي جدا مع النادي الاهلي، عكس لما بيروحوا يلعبوا مع بعض مباراه تنشيطيه. احيانا انت بتجيب فرقه وتقول لها احنا عايزين نعمل هدفين، انا وانت، انت هدف وانا هدف، هنشتغل في ايه وهنشتغل في ايه، وانت تلعبين ازاي وانا لعبك ازاي، بنعاون بعض في المباراه الحبيه. انت ما كده مش مع النادي الاهلي. وبعدين لو النادي الاهلي اتغلب في المباراه الوديه ممكن الناس تتكلم عليه. فانت في حاجات كتير قوي، ولكن في اخر الامر مبروك المكسب النهارده، مبروك تخطينا الدور، وده الحاجه المهمه جدا. بكره ان شاء الله يركزوا بقى في اللي جاي، علشان انت هتلعب سموحه مش دوري بقى. لا آه بعد كده انا فاهم آه إن انت الله. لا نركز في البطوله دي انك تاخدها، هتركز على سموحه ازاي هتوصل. اول ما توصل عند سموحه وانت بتلعب مباريات الدوري ما فيش بقى حاجه اسمها مباراه كاس. أيوة، في مباراه كامله ما بقى الدوري خلاص، لانك انت لازم تلعب باقوى اسلحتك عشان تخلص المباراه بدري مزبوط. عشان ما تروحش لضربات الحظ والمعاناه اللي احنا قعدنا فيها. انا ما كنتش محتاج ان انا اتشد، مش انا كعادل يعني، كجمهور وكاللاعبين نفسهم،
ان هم يتشدوا، فبضربات الترجيح كنت اتمنى ان هم يخلصوا بدري، ولكن في الاخر مبروك للعيبه، مبروك لمجلس الاداره، مبروك لكل النادي، جميل. حاجه جميل. على راسهم بقى اللاعب رقم واحد هو الجمهور الكبير اللي ما جاش النهارده، الجمهور اللي جمهور النادي الاهلي يجي ما يجيش، هو قاعد بص كاس عالم. انا اقول لك حاجه، في كاس عالم المفروض الناس تتفرج على كاس العالم. انا اعرف ان كل اصحابي وكل جمهور النادي الاهلي اللي اعرفهم بيتفرجوا على ماتش الاهلي.